مثلا معايا مكتب قديم فدخلت كام من بنات حاجات تمشي مع بعض صف صف لو في حاجه في غير هنا ليه ورقه الديوريشن فيدنج قد ايه؟
في ساعات بتقعد تقول لك ده ايه بيقعد يطلع كل يوم، وفي واحد تاني ده بيطلع ربع ساعه وبعد كده ينام 5 دقائق وبيقفل بقى. معرفش انتوا بتشتغلوا على كده ولا لا، بتاع معرفش ايه عندكم. بس هو الفوبيس الهوي ده اكثر ميه، وبعد كده الهوي ده اكثر فاتس كتير. ليه؟ هو بيعمل كده عشان العطش بيقوم بالجوع، فهو بيشبعه الاول في العطش فيقوم بالقتال، وبعد كده ياخد الفات والبروتين بتاعتين. الموتور كونتنت هياخدها في قد ايه؟ على حسب لو هو طفل عنيف او الماسلز بتاعته قويه يقدر ان هو يرضع على طول. لو هو بيبي كسلان وتعبان في اول 7 ايام لسه نايمين في البيت، لا ممكن يقعد طول نص ساعه. الكميه الكبيره بياخدها امتى؟ في اول ما فيش دقيقه دقيقتين. دي الفتره اللي الفورمنت بتاعه اللي هو خفيف جدا بيقدر يسحبه اسرع، وفي نفس الوقت هو بيبقى جعان اكتر او عطشان اكتر. فبيقدر ان هو ياخد الكميه الاولانيه في خلال دقيقتين ثلاثة ماكسيموم، وبعد كده يكمل افريج حوالي من ربع ساعة بتاعه. طيب الديوريشن اوف ريسك دي بتكمل لحد امتى؟ لحد سنتين الا لو حصل ظروف. تمام؟ بيبي جديد ام توفت ام سافرت فالله ايا كان، يعني لحد سنتين لو حصل. اكسكلوسيف لحد قد ايه؟ لبن بس 6 شهور. في كلام جديد ان احنا بنستوعب من 4 ل 6، بس هو لحد الوقت اللي مكتوب في الدايركت 6 شهور. يعني بتدخل الفريش فود اللي هو الفريش فود والجوس الحاجات دي ماشي بدون اي اضافات، ستارت من 4 ل 6، بس انت خليك حاطط ان هي 6. الفيتامين دي بتحط من عمر كام؟ فيتامين دي دروبس. حد عنده اطفال هنا؟ حد اتجوز بسرعه؟ فيتامين دي من زمان اعتقد بيتحط 200 مره لحد سن كام؟ لحد سن كام؟ فيتامين دي لحد سن اللي مكتوب يعني اعتقد سنتين، بس هو بره في اي حته بره لحد سن 12 سنه. الايرون اللي بنحطه 6 4 شهور. ليه بنحط الايرون؟ ايرون سبلمنتيشن زي فيتامين دي بالظبط، لان اللبن اللي هو افيشنت جدا في الايرون، بالذات ان احنا بنبتدي زي ما بقول لك من اول 4 ل 6 شهور بندخل الكومبلمنتري فود اللي هو بقى الفيش والفلوس والكلام ده كله، وغالبا الهيبتايد مش حلوه في الاول، فهو بيبقى دخل اكل ولا بيزود الرضاعه، فبالعكس بيقلل الرضاعه شويه، فبنبتدي ان هو نحاول ندخل اكل اللي هو اصلا ما بياكلوش، فبتبتدي الحته بتاعت الايرون ديفيشن دي تبتدي من اول 4 ل 6 شهور، عشان كده بنزود الايرون الا لو عنده مشكله زي الكونستيبيشن او ضريه او اي حاجه. برونت اكسكلوسيف بريس فيدنج اوف ذا ايج اوف 6 مانس ويزاوت سبلمنتيشن تعمله ايه؟ طبعا الفيتامين دي اصلا قليل والايرون برضه قليل، ده لان ايه ده كمان؟ ده يبقى اندر نيوتريشن. اندر نيوتريشن ده حاجه خطر يعني. حاجه خطر اندر نيوتريشن. بس لو حصل اول سنه سنتين صعب جدا ان انت تعدله طول العمر. يعني البيبي اللي النمو بتاعه ما كانش حلو في اول سنتين تعرف ان هو طول عمره هيفضل يعاني من مشاكل الوزن ومشاكل الانفكشنز كتيره، مشاكل كتير قوي. تمام؟ الفاكتورز اللي بتجيب ميد برو ايه هي؟ السبلمنت كومبليت ام دي اوف ذا بيست از ذا موست امبورتنت فاكتورز. يعني ايه؟ ان الطفل عندها قاعد يرضع ويعمل سبلمنت، ده اخطر ديبوت ان احنا البرولاكتين يطلع علشان السبلمنت بريفكس ويبتدي ان هو يدر ادراج البيت، فيبتدي ان هو حاجه تانيه. لو الطفل ما بيرضعش يعني حضانه محبوس اي حته، لازم الام تعمل بامبنج، تعمل سبيس للبيت عشان يفضل يتكون. النيوتريشن فاكتور ينفع الام تعمل دايت او 6 شهور؟ مفيش الكلام ده. ينفع الام تقعد ماشيه على اي دايت غريب كده اي حاجه؟ لا، لازم تاخد فول بالانس دايت علشان البيت ده يتكون. تمام. السايكولوجيكال جزء هنأكد عليها انها حرارة ترتاح، الكلام ده كله هيخلي البنت يقل جدا جدا، فلازم سايكولوجيكال ان هي تعيش وترتاح معاها جدا وتبقى هابي وتبقى مش عارف ايه. طبعا الكلام ده مهم جدا يا جماعه. كل الطول اللي احنا بنتكلم عليه حقيقي. ده مهم ده. ليه بقى؟ ليه؟ تخيل البلاستر بيحسس البيبي بالسكيورتي، بيبتدي ان هو ياخد حراره الام، فبيبتدي ان هو يحصل له وورمنج للبيبي، بيبتدي يعمل البرولاكتين ريليز علشان يزود اللبن.
ال بس دي مصر دي فيرست اور حتى فيرست الجروب دي اوفر انشورز ان تيك كلاستر ده اديت جدا في الفاكس والبروتينز تمام. افويد جيتنج نيو بورن بيبي جلوكوز، لسه في حد بيعمل كده؟ في حد من قرايبنا ممكن يعمل جلوكوز للبيبي؟ مفيش الكلام ده خالص، بيبي جعان هيرجع لمامته عشان يعمل فلو، بيبي جعان ومفيش عند مامته لبن ممكن يحطها في الفيشه، بيدي جلوكوز فوق ميه سكر، حركه بلدي قوي 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 يعمل مشاكل كتير في مصر وبلاسيميا وتعمل لنا مرض بلاسيميا وتعمل لنا جوب لسه عمال تطور جوبس بتحطوا عندكم يعني ما اعتقدش ان هي بتعمل خالص. ناس حتى فيه avoid the use of pacifier as it can slow down the weight gain. ليه يا جماعة؟ ليه pacifier الكينة؟ حد يستعمل ايه الكينة على رايه؟ جميلة صراحة لان هو محدش كينة يقطع الدرقات مرة. طب حلوة ولا بشرة؟ يعني مش فكرة انت لو دخلتها بدري قبل ممكن يحصل لي بوب الكينة اللي هي المصريين بيسموها سكادة لان يعني فعلا متأكد فهي سكادة. هاي ماما هاي اللي هي صغيره كده صغيره بلاستيك تحاول على قد ما تقدر تبعدها اول شهر لحد ما يعرف في حاجه اسمها بلاستيك في حاجه اسمها طبيعي. فقبل كده ممكن يجي له كونفيوجن ويفتكر ان البيبرونه دي هي مامته تمام. الروبيان البيبي ستيز ذا مازر روب مور بيتر وبدل ستيز ذا مازر ذا بيت بتقلل الميوتال ستريس الاوز مامته ستيز برولاكتين ريليز. الكلام ده يا جماعه مش جنب مامته في السرير، الكلام ده في السرير جنب مامته ممكن في السرير اتقلبت عليه عمليه بجع على السرير الله يرحمه فهو في سكر السرير جميل. On the mouth feeding with no restriction to time or frequency of feeding ده بيخلي البيبي يجرو من فروم ذا بريست بيخلي البرولاكتين يزيد اكتر الميلك برودكشن يزيد اكتر والاكسكلوسيف بتاع اول ست شهور. Any supplements given to the baby will decrease the demand on the breast and supply will decrease. انت لو في ناس بتدخل زبادي على سن 3 شهور تلاقيهم بيعملوا كده تمام. ده ممكن يعمل ايه؟ يشبع البيبي، طب تعالى يا بيبي ارضع انا مش عايز ارضع، فابتدى ما يبقاش فيه سبلمنت ستيمولس ومن تاني ما يبقاش فيه برولاكتين ريليز تمام. التوينز كان بيس اون ذا بريست ميلك اكسكلوسيفلي از وين زي ويزدرو دبل ذا اماونت ذا سيجنالز اوف ذا بريست. يعني ايه الكلام ده؟ كل ما في ديموند اكتر كل ما ربنا يطلع برولاكتين اكتر كل ما اللبن يزيد اكتر. افضل واقع هل ده بيحصل؟ غالبا الام اللي عندها تويز غالبا بتحتاج ترضع بحاجه ثانيه والا هتبقى مرضعه هتاخد جايزه. ايه مرضعه تتعالج؟ ان هي قاعده بترضع لمده سنتين 24 ساعه ما تعملش ما تخليش تلاقي عامل ازاي؟ مؤمنه. طيب البريست فيدنج كان بي كونتينيوس فور 1 يير اور مور بروفايدد ذات وين از ستارتد عن 6 شهور. يعني ايه الكلام ده؟ اصل في اطفال ممكن ما تدخلش اي حاجه في حياتها في الاكل قبل ان هي قاعده تستني مهم. فهنا بيبقى الوضع تاني لان اللبن ده قليل في حاجات كتير فايتمنز وايرون وحاجات كمان في قدام مش هيبقى كالوريك انتيك كافي. وفي طفل عنيد ممكن يقعد يستنى مامته بالاسبوع على مش هاكل حاجه واستنى مامته خلاص ماما جابها قعدت بره مقصود انت قاعد معايا في اكل ما هتاكل فممكن تقلل البريست فيدنج شويه مقابل ان هو الويننج لو ما دخلش. انت فور ذا بريست بيفور شيفتنج تو اصل بيكوز الميلك بقى في الاول زي كلكم بيبقى ووتر اكتر بعد كده زي ما انتم شايفين في رقم 2 ده بيبقى فيه فاتس بروتينز اعلى والووتر فيه اقل فلازم ان احنا نفضي ناحيه مفيش حاجه اسمها خمس دقايق من هنا وخمس دقايق من هنا هو خد ميه من هنا وميه من هنا فممكن تلاقي في الويت جين بتاعه على مدار الفور ابس الوقت بتاعه حلو. How to show successful breastfeeding لواحد بقى تعبان؟ اولا يعني لو فيكم ديت اكسبريشن ان سي اورز اذروايز الليك ويل دراي جرادولي. يعني ايه؟ الام دي لو سابت نفسها اكتر والبيبي ده هو اصلا تعبان وما عندوش الفيجوس اكشنز ان هو جعان مش هيطلع وبالتالي اللبن ده هيبتدي ان هو يعمل الجولف وتبتدي ان هو يقف لوحده. The cat for mother care strategy whenever the baby starts to be stable he would skip to sleep on the mother chest. نفس الحركه اللي كان عملها زمان سيريلايز البيبي فايتال ساينز ويحسن الكروس ويحسن الفيدنج والكولاكتيف.
avoided it at the bottom feet is available. If direct press feet is not available, the big issue that we had by this vessel is it comes from feet, avoid little confusion. حتى بدي ذات المهم عن ذلك فعليا يعني انا عايز معرفين الكلام ده وعايز معرفين فعليا اللي بيحصل لا ما بيحصلش كده قوي يعني بيه مثلا في الحضارة بعيد عن المنطق والتعبان وكان عنده اي مشكله في الجسم وبعد كده هقعد اضعها في المنطق بالنين بس للتيوب او بالسرنجه في بقه وفي احتمال ان هو يشرق عشان انا قاعد اخليه يستنى النمبرز بتاع المنطق ممكن نعمل الحركه دي لو هو داخل فيري شورت التيرم في الحضارة داخل يوم يومين صفرا وطلع تاني مش مستاهل ان انت تحط له نبل ببلونه او حاجه تجيله بوم. انت الطفل قاعد معاه شهر اعتقد هتطلع له بلونه لان اصلا عباره ما يطلع شرايين من كام بوم. طيب بتراقبه ازاي بقى؟ يعني امه بتقول لك الولد ده قاعد يرضع عمال على بطال الدخول ده ما بيسيبنيش انا عايز ادخله لغه صناعي انا مش بتوفيه انا بقول لها هات البيبي وزن الولاد كان كام؟ حطيه على الذات الايكويشن بسيط عندكم ولا مش عندكم؟ ماشي عندكم اهي تمام احنا نزيد قد ايه نزيد 20 جرام في اليوم اب تو 25 جرام في اليوم يعني في 10 ايام 200 جرام هم هنا كاتبها بحسبه غريبه شويه لا هي صح مكتوب 10 ايام مش اسبوع هو 20 جرام في اليوم 25 جرام في اليوم يعني 200 جرام في 10 ايام اب تو 250 يعني في الشهر 750 الطفل ده زي 300 جرام في الشهر الطفل ده قليل جدا سواء هو مش عارف يرفع الخط سواء هو ما عندهاش ده الطفل ده زي كيلو ونص ثلاجة صغيرة متحركة تمام؟ وبالعكس هي كمان عايزة ترضعه أكتر طبعاً الكلام ده مش صح تمام؟ عندنا هنا في مصر النظرية دي ما أعرفش حد من قرايبكم هيقولوها معاه ولا لأ تلاقي البيبي مليان جداً 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 بكل الهفتان تمام؟ هي عايزة توصل بيه لتارجت 50 كيلو وهي البيبي حرام 7 كيلو فهي حاسة أنا عايزة صناعي تمام؟ ده بالظبط زي مثلاً وحش عليه احمد مثلا يا جماعه يبقى الموبايل عنده 80% وتلاقيه راح عمل ايه؟ حطه في الشارع. طب ليه؟ هو اصلا في بقى هي نفس الفكره بالظبط ان تلاقي بيبي عنده 10 كيلو وبرضه مامته عايزه تديله صناعي ده بالظبط نفس النظريه ان الموبايل بتاعك يبقى 90% وانت مصر تحطه في الشارع عشان ياخد كمان 10% تمام؟ بلاش اي لازمه خالص انت ليك وزن ولاده وزن الولاده ده خسر 10% اول ما اتولد بعد كده بتشوف تحطه على الميزان بيزيد قد ايه كل 10 ايام بالتالي الوزن ده كافي ولا مش كافي اقدر اقول لك البريست فيد ده قد ايه كويس ولا لا الفيدنج الاكيد 8 مرات في اليوم بيعمل صوت وهو بيرضع احيانا بيعمل كل الاصوات وهو بيرضع ان هو الصوت ده مسوي وساتسفايد وبينام ساعتين لاربع ساعات بعد الرضاعه ده في المدينه القاهره مستحيل بيبي ده اربع ساعات بعد الرضاعه الا لو حط له حاجه كلها بيغير البامبر ست مرات يعني مش هتعرف بس هو المفروض ان هو يجي يوم ست مرات ويستخدم اربع مرات الكلام ده كله مش ملوش قاعده يعني هتلاقي بيبي بيجيب 10 مرات في اليوم وده ما اسموش دايريا وهتلاقي بيبي ما بيجيبش ولا مره في اليوم وده ما اسموش كوليستريشن او اسمه ان هو مش هتدني اكتر حاجه هتدني في حياتك هي الويت جين لكن اليورين بيقول ان في فلويدز كويسه في جسم اللي هي مش بتبقى جايه من اي حته غير الرضاعه لكن الاستيل ده عليها كلام كتير قوي في اطفال النورمال الحاجه بتاعها بتجيب بره كل يوم في اطفال النورمال الحاجه بتاعها بتجيب 10 مرات في اليوم زي ما هو كتبنا في اخر جمله يعني ايه جاستو كل ريفلكس اول ما بطل يرضع يبقى جاي يرضع يجيب تخيلوا ان في ناس كبار بيكبروا كده عندي واحد من اصحابي كده حد عنده حد اصحابه كده تقول له احنا هنخرج في المكان المعين في المكان الفلاني يقول لك في تواليت جنبيه ولا لا؟ فيري رير احنا جاست وبوليك ريفلكس ده يكمل معانا للمستقبل ان هو لما يبقى في مكان لازم يبقى في تواليت جنبيه لان ده حاجه من ميجا ريفلكس ان هو ساعات في بعض الاطفال في السن الاول يرضع يروح جاي على طول موشن للسكوت. طبعا النظر المفروض ان هي ساعات بتحس ان حصل برودكشن للبنت او ان هو ابتدى ان هو يجمع منه وابتدت ان هي تبقى ريدي. المفروض ان هي تحس الدوك وبعد كده الدوك ده يبوخ وبعد كده بعد ما يحصل ان هو يبقى يحصل ليت داون سنتيشن صدقني الام في اول 10 سنين من الولاده ما بتحسش باي حاجه خالص فانت لو قلت لها حسيت باي حاجه في الولاده تمام. في دراكس ممكن تبقى سكريتد في لبن الام طبعا الام دي عامله زي ايه؟ عصرت البصل اي حاجه بتطلبها بتروح للبيبي على طول خلي بالك عايز تاخد اي حاجه تدوين خضار اي حاجه جميل بس لما بتقيل وقفت الضغط بص بس في البريست فيلد
في سمول اماونت مش هتعمله زكاة. ونفر مسكول اون دراكس شو بي افويد. معلش لا البيج ولا الاوب بنحاول ان احنا نديهم اي علاجات خالص، لان كل العلاجات بتبقى اكسكيوتد في لبن الام. زي ايه مثلا؟ زي كلوروفين اول تتراسايكل، تتراسايكل مضر للبيبي، بيعمل براونش ديسكالريشن للتيث وبيأثر على الهير سيلز في ال بيأثر على الهير سيلز بتاعت ال يضرش يعني بيعمل سبعة ممكن سبعة. لكن في حاجات يعني أي روم بتولد غالبا بتاخد أورمان تطلع أول بنسلم الفاوس بول الحاجات دي كلها سيف. الأناجيزيس ناخد إندوماسين، ينفعش ناخد إندوماسين بس ممكن ناخد بنادول اللي هو ما بيعملش حاجة، ولا هو ما بيعملش حاجة كلها أحسن من نعمل اللي فيه حاجة. تمام؟ هرمونات ممكن ناخد ام عندها سكر تسيبها تموت عشان هي حياتها، لا بتقدر بس انسولين عادي لكن ما تقدرش تاخد استروجين او بروجستيرون. فيتامينز بي وسي عادي، الاي ودي في لارج دوز السلطه. سيرتب عايزه تاخد سيرتب ده فيري سمول اماونت لو هي خلاص قربت تنتحر، لكن طبعا الامراض الكبيره لا. اذا كنت ادريجيتد ريتم اكتف ايودين، طب ايه اقدر سؤال هتسأله بعد ما تقعد في حياتك؟ اسبغ شعري؟ لا اسبغ شعري تمام. حاجة ما ينفعش تتعمل بعد الولادة، ما ينفعش تسقطوا شعر. دي كلهم بيفكروا بسباق الشعر بعد الولادة عشان يطلع لهم صغار. الايه؟ السنة سايكولوجي يعني ده تقريبا 30 يعني عارف ايه؟ تيجي مثلا تقول لي ايه؟ ممكن اسقط شعري؟ لا ممكن اوصل؟ لا طب ممكن اسقط شعر جوزي؟ لا طب ممكن ارجع مراجيح؟ لا طب ممكن انط من فوق؟ طب اي حاجة ممكن؟ لا هي عندها اكتئاب عايز تعمل اي حاجه عشان كده، بس كان زي الشعر او اي حاجه بتعمل في الشعر ده. تمام. ايه بقى المشاكل اللي هتيجي للام في الاول؟ بريست انجورجمنت، ديجيتال سورنس، انسفيشنت بريست ميل، بريست جيرني. تخيلوا ان اشهر حاجه مش مكتوبه هنا النيبل ريفراكشن. تلاقي الام في الاول فوق العلامات اللي مش مكتوبه، بس النيبل ساعات تبقى داخله لورا شويه مع اول بيبي، البيبي مش عارف يعمل لها شكل والبوزز بتاعت البريست فيدنج مش ماشيه مظبوطه. تمام. النيبل سورنس ممكن تنشف وتشقق وتعمل حاجات غريبه كده. تمام. ممكن تبتدي تقول لها ايه؟ ينزل دم من النبز، دي حاجه مصيبه ان ينزل دم من النبز، لان البيبي لو خدها هيرجع دم في وشها. لو البيبي خد دم من الرضاعه هيقعد كده ربع ساعه ويرجع دم. عادي جدا هو يرجع دم اللي خده. طب ايه المشكله؟ ان الام دي قلبها هيقف قبل ما تكلمه اسمها رجع دم ودم. اسالوه هتروح ميت. هو لو فعلا عندها فيديو فيشرز وتاكس لازم تاخد بالها كويس قوي، لان البيبي مع السابلنج بوز بتاعه ممكن ياخد نقط دم. ده اول ما جه بيعمل جاز انفليتيشن ويروح راجع فريش بلاد زي ما هو بالظبط. تمام. ليه حصل كده؟ ايه البوزيشن بقى وفاهم الانفكشن عند الام وعند البيبي؟ كل الكلام ده ساعد ان في فيشر فوق. نعمل سيتي بس ايه تبقى من جيم. تمام. البوزيشن لازم يبقى كويس. البيناين نيرسنج اون ليس افكتد سايد. بجيب نيرسنج فور شورت بيبيز ويز ليدر شيت عشان البيبي ما يقعدش يعور اكتر. ساعات بنعمل بامبنج لو فعلا الام مش قادره خالص البيبي يمسك فيها جامد، وساعات عشان نشوف اللبن ده فيه دم ولا لا. ممكن يحصل جورجنز. ايه جورجنز؟ ان اللبن ده اتحوش جوه في الضغط والجلاس وقفل، عمل بقى ابسس وعمل انفكشن وعمل مشكله بقى. بيحصل ايه؟ السيكونت فيه ليه؟ المفروض ان اللبن ده لما يتكون يطلع كمان معاه بس في سنين سيحصل ديستنيشن وابتدي يحصل اي مشاكل. ممكن بقى يكون هو ما بيقدرش كتير عندها نيفل سورس عشان كده ان هي مش حاسه برضاعه. ماتيرنال او انفنت ديزيز الطفل محبوس في الحضانه ما بيترضعش. نيرسنج فروم وان سايد وده برضه مش صح قوي. بيحصل على اليوم الثاني اليوم الثالث اللي هو الفلو بتاع اللبن ابتدى يكون دي بين تندرنس ايدين سويلنج بس هنا في ابسس بتطلع. طب زود عليه ان ممكن كمان يحصل ابسس يحصل ريت ويحصل حراره ويحصل انفكشن ويقتل الانفوجنت ان هو لو ثاني يحصل عليه بيبتدي انفكشن ويحصل كمان ابسس. تقول لها معلش، تقول لها ليه اشوارس، تقول لها معلش وتخليها ترضع وتخليها تعمل انفكتيفيشن كل خمس سبع دقائق بس عشان تفضي. تمام. ممكن اللبن يكون غير كافي، ممكن تكون مشكله الام في البريست فيدنج ان اللبن غير كافي. سوري.
طبعا طبعا هو فعلا كده، يبقى هي عملت كل اللي عليها، عملت كل اللي انت قلته كانت كويس وعملت. بس برضه قلنا المينيمم ده 3 كل 3 ساعات، الا لو بالليل ممكن نزيد 4 5 ساعات، لكن لو نايم اكتر من كده بصراحه انا صعب تشوف الوزن بتاعه. ممكن يكون هو فعلا ممكن يكون كبير كويس قوي وهو فيجرز جدا، بس دي اللي هيحكم عليها الجروس بتاعه زي البارامترز بتاع السفيشن بيرث ميل. هو فعلا لو ماشي كفايه خلاص هو طفل هادي، بس برضه مش هيبقى هادي قوي، يعني 3 ساعات لما كان في ممكن 4 ساعات، لكن مش هيقعد 7 ساعات من غير ما يقعد. تمام؟ ممكن يكون قليل او ممكن يكون قليل، فلازم تعمل له ايه؟ لازم تديلها بروتين كتير وتغذيه كويسه وكل الكلام ده، تعمل لها مساج بيفور وبيورينج فيدنج، حط هاوس وزبست 3 5 دقايق بيفور فيدنج. بيعملوا ازاي؟ بيجيبوا بامبرز ويحطوا فيه ميه دافيه وبيدوه على البريست كمادات وزي هوت فورميشن بحيث يفتح الميلك داكس وبعد كده يبتدي يجرو. فريكونت فيدنج عشان يزود اللبن تمبري بامبنج بيجي طبعا زي الحاجه دي اللي هي احنا عندنا هنا في مصر بنعمل فيها بريسبي جوتس. ممكن يحصل لنا جوتس، ممكن لبن البن يجيب لنا جوتس، خد لنا تارجت ممكن يجيب لنا تارجت من جوتس نتيجه لبن البن. ممكن يكون هو قليل قوي، ممكن يكون هو فيه فاكتورز معينه مخليه ان الجوتس مش عايزه تنزل من جسم الطفل معلقه شويه. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تحصل للبيبي ينكد عليه حياته؟ وبالتالي لو نكدت عليه حياته اللي هم هتنكد عليه حياته، فانت لازم تقول لها ان الحاجات دي كلها عادي. ايه هي بقى؟ مناخيره مقفوله عادي مخوفه، هتقول لك مخوفه، هتقول لك مش عارف ايه، هي مناخيره مقفوله ضيقه شويه، ليه؟ فيها شويه افرازات بقت كراست، فتحه الانف بتاعت البيبي عامله زي فتحه القلم اللي بيتحرك ضيقه جدا. تمام؟ لو اتقفلت باي حاجه الولد مش عارف يتنفس تماما، ليه مش عارف يتنفس؟ حاطط بريست بوكو مناخير كان مقفوله ونقول له اتنفس، هيتنفس ازاي؟ يا اما هياخد نفس من بقه وهو بيرضع عائشه، يا اما هيسيب البريست عشان يتنفس من بقه وبرضه مش هيعرف، هيتنفس من مناخيره هيشق لان هي مقفوله، هتلاقي منمص على حاجه، خليك مناخيره مقفوله مناخيره مش اكتر من كده. فانكر انفكشن اوفر فانكر انفكشن وورد فلاش فانكر انفكشن على الجزء تمام ولا حاجه خالص، حط له اي حاجه لوكال مش لازم سيستمك هتروح لانها ممكن تعمل له مشكله في الكيدي. كوينا الاتليزيا الفرقتين دول رايحين فين؟ فتحتين تانيين ورا، فتحتين اللي ورا انت شايفه نو، ممكن تسمع خنفره وصوت في الاخر على طول، هتعمل له ايه؟ حوله انف وسط، يبص عليه بانذار يشوف كوينا من ورا اتريزك ولا لا، فيها اتريزيا ضيقه شويه ممكن تكون منكد عليه مش عارف يتنفس فبتلاكس. سوري بيكون في دكتور اطفال عادي بيشوف الكلام ده اول ما يتنفس في حاجات مش تقدر تشوفها. يعني بمعنى في حاجات في مصر هنا سي مثلا ولا اعتقد جنتل هارت ديز، طب في دكتور اصلا بص عليه، هل انت متاكد ان الايكو بتاعه سليم؟ لا، بس بره مصر بنعمل ايكو. وانت الاتريزيا لو عنده حته ورا ضيقه قوي، هناخد بالنا ان في مشكله ان الولد ده سيراتيك او بيزرق شويه او حاجه، ولكن هتحوله في الاخر لانفه جزء من دكتور اطفال مش هيعرف يبص على كوين الاتريزيا. ساعات ممكن نفوت راي بالمراخيل ونشوف هيعدي ولا لا، ممكن الراي ما يعديش فيقول لنا ان في فعلا مشكله وحوله لانفه جزء يبص على كوين الاتريزيا عنده. ساعات مثلا يعني في حاجات روتين بنعملها هنا عندنا ممكن ما يقدرش نعملها له اللي هي نيو بوت كير، في حاجات لازم انت تقفل على حد منها عشان تعرف ما تعرفهاش في نفس السيتنج. يعني قصدي بس الان مش هنجيبها لحد ما هي لا 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 على حسب، هي حاجه ايه كريتيكال يعني مناخير مقفوله ما كانتش مقفوله لما اتولد، لكن لما خرج بقت مقفوله هتقول لها ان هي استنيت مناخيرها كويس، ما كانش عنده اورال تراشر لما اتولد لما انا شفته، لكن بعد اسبوع بقى عنده لا حط بتاعه. وانت الاتريزيا انا ما شفتهاش ساعتها، هل في حاجه اتكونت؟ اه في حاجات ممكن ما تكونش بون، ممكن تكون حاجات بتتكون، حاجه اسمها نزل ادينويد حاجات كده ممكن تتكون على ست شهور، تبتدي من الطفل ده فتره كان موجود كويس، بس ساعتها لما جالك سيراتك هتقول لها دي حاجه بسيطه جدا، بس هنحتاج ان احنا نروح لها في اذن يطمن عليها عشان يطمن ايه نوز مين دول دول اللي عنده. انا اول سكريبت يقول لك لا ده طبعا هتشوفه بقه مفتوح الكليب دي في بلد اي حاجه هتحولها على سيرجيكال عشان يقولوا له ازاي هيرضع وهو عنده هذا الاختراع لحد ما يعمل عمليه. تمام؟ ويك سابلينج في البريماتور هذا ممكن يحصل، كونستيبيشن ممكن يحصل عادي، الريجوجيتيشن ذا فيري كومن مايند كيس اونلي نيد اشورز. تمام؟ يعني حته هي الاطفال في العادي بتنشط كتير، في فرق ما بين النشط والترجيع. ايه مشكله القشط؟ مين مخلف قبل كده؟ دور. ايه مشكله القشط؟ حاجه عنيفه جدا. ايه هي؟ ريحه ما بتطلعش من
من طبيعه شغلك تفادى ان انت تشيل طفل صغير او تسلم على كلب. الاثنين دول رحلته ما تطلعش من دول. طب القشط ده يعني ايه؟ شويه طرطاره خد معاه في الطريق شويه لبن كرهه. طب ايه التربيع؟ ده جاب كل الراحه اللي ارتاحها. لو هي حاجه بسيطه تربيع كده مره كل فين وفين وكميه بسيطه والطفل ده بينمو بطريقه كويسه، الطفل ده هيكسب تماما قول لها معلش قبل لها ريبر شوز. الطفل ده بيرجع كل حاجه ووزنه ما بقاش شديد حلو ووزنه مش عارف يجيب النورمال وين، الطفل ده عنده مشكله والريبر بيشتغل عليه المشكله. تمام؟ بس بعد كده ستريس سيندروم وهارت فيلير طبعا واحد عنده نفس مش عارف يتنفس نفس سريع جدا نتيجه قد ايه؟ مليون سبب عشان نقدر نورمال دلوقتي، بس في الاخر قول ان السبايرات ستريس نفسه سريع نفسه مش مرتاح. هتديه الموقف؟ نو هيشرب. واحد عنده هارت فيلير لانها ان هو قلبه سريع ونفسه سريع دي الموقف؟ نو انا مش عارف اعمل ايه بس انا شايف قلبه سريع. بعد اذنك هحوله للعياده يعمل ايه؟ بعد اذنك هنعمل اكس راي عشان تشوف الشيست اكس راي فيها ايه؟ بس انت دلوقتي مش تخدم لانه هيشرب نفس سريع وعايز يرجع هياخد نفس مع اللبن هيشرب. تمام؟ كونستبيشن ده عادي جدا كل اللي مطلوب منك ان انت كلها معلش. تمام؟ تظبط في ايدك تشوف اكل الام في ايه؟ تعرف هو في فاميلي هيستوري للكونستبيشن ولا لا؟ تعمل له مسائل مع بعضه، تعمل له تمارينات للبلد المصري عشان تبقى قويه، وفي الاخر هي مش مشكله جامده قوي، حاجه شبه الكونستبيشن والديسكيت ان الطفل الصغير ده قاعد يحزق على طول ما بيجيبش ستول فريكوينت، ده كل ما يكبر كل ما يتحسن كلها معلش. تمام؟ الكونتر انديكيشن انت طبعا النهارده هتمشي تقول لكل الناس معلش. كونتر انديكيشن البريست فيدنج تمام؟ في ام ممكن ما ترضعش وفي بيبي ممكن تقول له ما ترضعش. مين الام اللي مش هترضع؟ الام اللي عندها او بي تي دي تلاقيها رضاعه نيورولوجيكال ديزيز ممكن تخنقه وهي بترضعه مدمنه هتعلمه كرونيك ديبيتيتنج ديزيز اللي هم اصلا قاعده تكسب كلى وعساها تشرب كبد وعندها كذا 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 تعلم انت المفروض انت ترضعي كمان يا عم خد دي مكان عندي. تمام؟ ماتيرنال ميديكيشن في حاجات قليله قوي ممكن توقف البريست فيدنج عشان كده شوف الادويه اللي عندك في الجدول ينفع ولا ما ينفعش. طب والانفنت ممكن تقول له انت مش هترضع؟ ممكن يكون عنده جلاكتوزي تعرف ان في انزيم قليل اعرف اسمه كده جلاكتوز 1 يوري داي ترانسفيريز اكيوميشن اوف جلاكتوز. ليه بيكشر اي شم ويجيب انت ريتارديشن كاتراكس انفكشن انا عملت تحليل يوري جلاكتوز انت ريتارديشن سبستانس ايه ريتارديشن سبستانس؟ اللي هو السكر اللي هو اللاكتوز جلاكتوز سوري جلاكتوز فبتدي له ايه؟ لاكتوز في فورمولا مش اكتر من كده. الفينال كتونيا ايه الفينال كتونيا ده؟ حزين جدا عنده ديفيشنسي في انزيم فينايل الانين فكل ما ياكل اللبن كل ما في امين اسيد اسمه فينايل الانين يتكون في الجسم يتكون في المخ يجيب انت ريتارديشن وتبقى الماساه وحشه قوي يبقى شكل زي ما شايف كده فيل سكين والهير كلر والبلو ايز والكلام ده كله. بيتعمل ازاي؟ بتعمل له ايه؟ روتين في مصر بنعمله اول خمس ست ايام بنروح الصحه بنعمل تحاليل اللي هي النيوتر سكرين بيبقى فيهم الفينايل بتنمو لانها حاجه بتجيب انت ريتارديشن. بتعمل له ايه؟ تدي له لبن ما فيهوش فينايل الانين موجود موجود. تمام؟ ممكن يكون عنده لاكتوز اندورنس اللبن اللاكتوز بتاعه بيخدم فما عندوش لاكتيز فما بيتخدمش. في اطفال عندها انزيم اللي بيخدم اللاكتوز مش موجود فاللاكتوز نازل في السوق ده سكر والسكر هو لسه ياخد معاه ايه؟ ووتر بيعملوا ايه؟ دايريا اللي عنده كوني دايريا فبيجي ديفيشنسي اوف لاكتيز اكيوميشن اوف لاكتوز اللي هو السكر بيعملوا ديستنشن ووتر دايريا ويعملوا كولكس السكر بيطلع فلكتيشن بيطلع هواء وبعد كده ريديوس سبستنس الاستول تطلع عاليه البي اتش بتاع الاستول يطلع قليل عشان ده ريديوس سبستنس واللاكتوز في فورمولا هي الحل. طب ولو بيرضع طبيعي مش مكتوب على طول لو البلد ده عنده لاكتوز انتولرنس فانا قلت خلاص بسيطه هدي لك لبن هدي لك لبن من غير لاكتوز. طب لو هو بيرضع من مطعم ازاي ادخل عينيا اقول امشي لاكتوز وخد يا لبن اوقف على الام اللاكتوز فمش هيبقى كله مش احنا ام الام هي الطفل والطفل هو اوكي لاكتوز انتولرنس فيلر تو جين ويت في اول شهر او لو بريست ويت ريكواير سبلمنتال فورمولا والبريست فيد شو بي كورس بارنت ايزر لايك البيبي ده لو وزنه مش حلو هيحتاج حاجه معاه قبل ما تقول هو مش حلو يعرف هو عندها لبن ولا لا البيبي ده عامل بوزيشن كويس ولا لا مش حلو ده على كلام الام ولا على كلامك انت ابروش للبيبي بتاعك ولو لقيت فيه اي مشكله حط لك صناعه. فالتيرنال كونديشن ذات ار نوت كونتر انديكيتد للبريست فيدنج الهيباتيتس سي بيقتل اللبن بيقتل ايه؟ الدم ايه؟ هيباتيتس سي بتجيب هيباتيتس
بس فيه فاكسين والدواء فيه بروبلمز ونرضى. بس بصراحه عندنا هنا في مصر بيخاف يقول لك لا احسن وهو بيرضع اتعور ياخد نقطه الدم ده قبل ما ينزل على بطنه احسن يجي بايديه يقول لك مش هرضى. بس هو كان عينيه ما بتجيش في اللعبه. الفيفر ممكن يجي لها فيفر وترضع. اه هو البريس ده سبحان الله ربنا عامله سترايل كويس قوي ويمشي. بس الناحيه الثانيه لو انت عندك برد او عندك حاجه عشان تتعبوش. السموكينج طيب السموكينج والحشيش والكلام ده كله ده يعني فعليا والله انا عندي امهات فعلا ان هم هم مش سجاير وحشيش وكل حاجه ما بيحصلش حاجه. بس انت لسه كلها اضرار يعني ما ينفعش تحس ان ده كلها لا ده انت هتموتي وهو هيموت وبيت هيولع فيك ومش عارف ايه. بقول لك اوكي انا كده كده هتموت انجوي. بس على الاقل قلت لها ان في مصيبه على الرأس لكن تهز راسك او تشاركها لا. ايه بقى موضوع الفوق لبن صناعي؟ ليه حاطين لبن صناعي؟ الويتمينيزيشن البريست فيدنج مش كافي سواء الام سواء البيبي سواء في حاجه غير مثل الام. كومبلمنت فيدنج يعني البريست فيدنج ار كومبليتد بالموديل في ام. بس في كمان لبن صناعي انسفيشنت ويت جيم افتر فول ترايل اوف بريست فيدنج او الشهر هو بقى قليل الناس قليل قوي في الكلام كل الكلام ده عشان ما ياخدش وزن اكتر فبتدي الام وبتزود معانا حاجه ثانيه. يعني بيبي موجود مثلا كيلو ونص والام عندها لبن ولو في صناعه كملي طبيعي عشان تحتاجه. بس احنا هنديه يوم حاجات ثانيه اضافيه تمام. البريكوشنز ان في سوشيال ميديا شو في دوكيمنت لازم عارف ستارت ويز بريست فيدنج بعد كده تكمل بالدوت ليه دي بتبتدي بالبريست الاول بعد كده تكمل بالدوت ها. لا لا ايه مش قد كده قد ما هو عشان الفيديو هو كعين بيدرس انك عندي الفيديو ده يسحب الفوق جامد قوي فيعني فاكر يخليك يزود الكولاكتين. بس خلص خلاص تعالى بكمل بالاضافه تمام. فواحده في الثانيه لما تقلدي عشان تبني في الاول لكن لو اديت له صباع الاول هيبقى شبعان هيروح على ست ممكن هيبقى ايه زي ما انا خلاص شبعان اصلا عندك ما عندكش قوي فمش محتاج ان انت تكتب الفيديو عشان كده تحطه من الاول. هات نحط استدرايف هيومنايز فورمولا يعني ايه؟ ها؟ ده حوار كبير. هو اللبن اه صحيح يا جماعه مهم قوي. هو اللبن الصناعي لبن الاطفال ده بقري ولا مش بقري؟ يا نهار ابيض جاي منين؟ بقري بقري يا جماعه اي لبن غير طبيعي هو بقري. يعني مثلا شركه تعرفوا لبن ايه؟ ببلاك مثلا؟ هل ببلاك ده مثلا ست مثلا اسمها ببلاك؟ مفيش. ببلاك دي بقى زي بالظبط. انا كان عندي ام فاكره ان مازالت دينا بتقول لي انا برضع دينا من سن اربع شهور وانا عنده ايه اسمها عنيفه عنده حساسيه من اللبن البقري. اقول لها بتاخدي لبن بقري تقول لي لا لبن بقري لا انا برضعه طبيعي وبديله صبر. انا متخيل ان هو لبن اطفال هي قاعده بتدي دينا متخيل ان دي بني ادم هي بقر. والله بجد هي فاهمة إن لبن فينا ده إن فينا دي أي لبن غير طبيعي هو بقري. ولكن اللبن البقري بيجيبوه وبيدخلوه في مصانع كبيرة جدا بيحصل فيه إيه؟ بيحصل له دراين وبعد كده بيحطوا عليه حاجات وبيشيلوا منه حاجات ويخلوه أقرب ما يكون في الكالوريز والبروتين والوي والكازين وال 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 للبن الأم. عشان كده بنشوف إيه أقرب لبن للبن الأم. فلقينا ان هم بياخدوا طب ليه بياخدوا البقر؟ ده ما بياخدوش مثلا 50 ده ما بياخدوش حمار. طب تخيلوا حاجه؟ ان لبن والله بجد معلومه ليها ايه وبصوت ليها لبن الحمار هو اقرب لبن للبني ادم. والله ما بهزرش بس المشكله في الافيلابيلتي يعني البقر سيبك من مصر ان البقر بيقدروا يجمعوا كميه اكتر ويدوله فيدنج اكتر فيقدروا ياخدوا منه كميه البان اكتر ويبنوا عليها مصانع. لكن ما ينفعش تعمل مصانع على ده الحمار. الافيلابيلتي بره مش كتير في مصر لكن بره مش كتير. يعني لما يشوف اللحم على كتير في لبن الحمار اي لبن يا جماعه والله بجد اي لبن فوق الاطفال يا لبن بس ولكن معمول فيه شويه حاجات في البروتينز بتاعته عشان ما تبقاش مجزيه. هتقول لي طب انا ادام ده لبن بقى طب انا ليه ما اجيبش الطفل وارضعه حقيقي لبن دينا جهينة من سن يوم ايه المشكله؟ انه صناعي البروتينز بتاعته والكواليفيكيشن بتاعته لا تصلح
لا بصل ان هو يتاخد الطفل يديله انزيم عنيفه من البروتين بتاع لبن البقر. طب ما لبن الاطفال برضه بروتين لبن بقر بس معمول فيه شويه حاجات مضاف فيه حاجات وبروبايوتكس وبريبايوتكس وحاجات تحسن الهضم وحاجات تحسن المناعه وحاجات ده مش موجود في جوهان. فهو ده ستاندرد هيومنايزد فورمولا تمام. تراي فيد ويسكب وسبونز وافويد ديبل كونفوجن الكلام ده كله بلح. هو في الاخر ناخد بالبلونه ولكن لو انت خايف ان هو يجيله كونفوجن بمعلقه طبعا وتقعد تديله معلقه معلقه لبن او بالقطاره هتقعد تقريبا اليوم كله عشان تجيب ده 100 سم تنتحر وبعدين الطفل وبعدين القطار والشباك وهتقتل نفسك في الاخر تمام. ايه بقى السبلمنت دي؟ ده مفيش بريست فيه تمام. دكتور في سمعت انا انه لازم البيبي لما يرضع من الصناعي لازم يرضع شويه طبيعي. ليه؟ ما ده احنا في الناس نقول اولا الطبيعي في حاجه واحده بس مش عاملينها في اللبن الصناعي الاميونيتي ان هو بياخد انتي بوديز فورم عند الام وبتروح في لبن الام تمام. فده مش هيروح يروح في اللبن الصناعي البقر تمام. فده لازم ياخده من الام. طب ياخد الام الاول ولا ياخد الصناعي الاول؟ بس ممكن الدكتور ياخد الام الاول ليه؟ وهو جعان يسحب الاول وبعد كده وهو شبعان يوديه على الصناعي يكمل دي تمام. وبعد كده معلومات تبارك يبقى اللي انت يعني ليها معلومات كتير يعني بس طبيعي ان لو طلعت نورمال كنت هتطلع ان شاء الله طلعت نورمال يعني بس ممكن في حاجه تحصل في النص تمام. مش لازم ان هو اقدر اضمن لك ان الولاده رقم ثلاثه هيبقى في لبن كتير للطفل والطفل ده في ما بيطلعش كويس قوي فهو ما بيعملش طحن كويس فالريفلكس قلب فالبروباب قلب. وفي الام دي جابها مشكله صادمه في حياتها الاستريس خلى الهرموز يقل خلى اللبن يقل عندها ابتدت ان هي ما بتاكلش فيه زي الاول ما بتكلمش بنفسها زي الاول طبعا الكلام ده ممكن يقل بس مش ده مرض الضرر مرض الضرر مرض الضرر. اوكي احنا تقريبا يا جماعه قربنا قوي قوي ان شاء الله نخلص وهنبدا في حته الجدول مستنيكم فانت لو ولد هتطلع مرتين نورمال واحده تقيل تمام. ليه؟ لان انت مش هتقدر ان هي تاخد وينز ترضعهم كلهم بعد سنتين وضعت الشارع عشان مش هينفع تمام. سبستيتيوت خلاص الام ما بترضعش لسه متجوزه حامل خلفت مش عارف اي حاجه تمام. اتطلقت سابت ابنها جوزها هيعمل ايه؟ هيجيب له اصحاب تمام. طيب فورمولا واضح ان احنا هنسيب جدول العميل اللي في الاخر البروجرام اوف فورمولا فيدي لازم نحدد اللبن بتاع فروت ليه؟ لان بنسمع انواع كتير قوي وفورمولا كتير انتي ريفلكس لاكتوز فري مش عارف انت لازم تفهم الهيستوري بتاع الام بناء على اللي انت توصف لها ديترماين نمبر اوف فيدز محتاجين قد ايه؟ كل مره هتعمل فيها قد ايه لازم الكلام ده يبقى واضح للام بوسيسيف كولز يعني 14 صبح نورمال تديني شغل ساعه كذا هتاخدي في الرابعه قد كذا بناء على الكالوريز محتاجينها قد ايه والبوني محتاجينها قد ايه؟ هتديني 150 سم بعدين 3 ساعات 50 سم وبعدين 3 ساعات هتكون رجعت من الشغل عشان تحط الجدول كامل في المقاس تمام؟ الاماونت اللي بيدي والنيكي بيدي قد ايه؟ السم بيدي 67 كيلو كالوري يعني كميه بيدي 170 الكلام ده كيلو كالوري زي ما تكون تظبط كالوري الانتر بي قد ايه؟ 100 كيلو كالوري بير كي جي بير داي ف بيحتاج حوالي 150 ملك بير كيلو جرام بير داي الجملة دي مكتوبة غلط ولا ايه؟ infant needs 100 كيلو كالوري لكل كيلو جرام في اليوم، جميل. So he needs 150 ملي لبن لكل كيلو جرام في اليوم مش بالفيتا، في اليوم. هو حسبها باليوم احنا بنحسبها بالفيتا. يعني ايه يا جماعة؟ يعني خلينا نحسبها أسهل شوية تمام؟ احنا
احتمالهم مثلا حوالي كل كيلو ياخد 20 ل 30 مللي كل كيلو في الرضعه. هو هنا هعملها لك مش بيرمي الرضعه لا بيرمي، تمام؟ فانت في اليوم كله 150 لكل كيلو، يعني الولد ده مثلا 4 كيلو يعني احتاج قد ايه؟ 600. 600 على 8 رضعات يطلع قد ايه؟ حتى معانا هنا 1 مليار 1 مليار برضه 600 على 8 كم؟ كسر كسر مش عدد صحيح. خمسة وسبعين. خمسة وسبعين. خمسة وسبعين سنتي. يبقى الولد خمسة وسبعين خمسة وسبعين. ستة وعشرين من المرة بلاك وان من كبير وان، تمام؟ سبونسر، ده سبونسر.
الانواع بس في انواع لا مش واخدين كل الكلام دوت لا واخدين كل الانواع هو ده الانواع دي اللي هو ده اي حاجه رقم 1 ده اللي هو فوق 6 شهور ده الستاندرد فورد اللي هو خدنا لبن ده قال جاب في الاثنين خدنا الباور شلنا منه حاجات حطينا عليه حاجات حطينا اير حطينا فايت شلنا مش عارف ايه شلنا الفاتس حطينا فيش تو فايت وقلنا هو لبن ده هيبقى ايه اول ما يتقل اول 6 شهور اي لبن حاجات دي لبن صغيره رقم 1 حلو قوي السؤال ده يا جماعه الحاجات اللي مكتوبه دي بتتحط على اللبن ولا بتتحط بره؟ بتتحط على اللبن انا عامل لبن ودافع فلوس احط عليه الحاجات طب لو طفل بيرضع مامي احط ازاي على اللبن؟ لا يهدينه من بره بره في الكيمه دي وقع صح ده البيبي بيرضع في مامي بس في لا 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 بقع فوق بس دي اربع مرات بقع لكن الصناعي هو عليه هي ليها حس ان هو لو بياخد اكتر من 1000 جنيه في اليوم ما بيحتاجش وقت جديد في الاول هو مش هيصنع بس انت ما فيش دعوه بالجديد دي هو لو بياخد صناعي هو في وقت لو بياخد طبيعي هو بيحتاج وقت اوكي قليل قليل الاكسبريشن دي قليل فلازم تدور من بره الفورمولا ميك فورمولا هيومنايز فورمولا بس عندها هاير بروتين كونتنت للاطفال اللي اكتر من 6 شهور لان بقى احتياجهم اكتر ده اللي هو اي لبن بس رقم 2 يا جماعه من 2 ممكن يكون دافع اكتر عشان كده اسمه اتحط بس انت تبقى عارف هو اي نوع لبن رقم 2 لاكتوز فري لسه قايلين مين اللي هتشيل منه لاكتوز؟ تمام يمكن هنا بيلاقي اس 26 دافعين كتير لكن اي لبن اف ال لاكتوز فري هيمشي معايا صويا بيست فورمولا ايه هو الصويا بيست ده؟ حليب الصويا ايه؟ حليب الصويا اللي هو ما فيهوش كاوز مش جاي من دينا تمام شلنا الكاوز من بروتين وحطيناه صويا بروتين بيزود الالمنيوم كونتنت ويتكونتين فايتو استروجين صويا بيقلل الالرجي في سام بيشنز كل الكلام ده عشان الاطفال اللي عندها كاوز من الالرجي وفي حاجه اسمها بلاك صويا وفي حاجه اسمها بلاك صويا تمام هو ايه المشكله ان البروتين بتاع اللبن ده لما يخش هنا بيعمل سيفير الرجي بروسس الطفل ده ما ينزلش دلوقتي يبقى عنده اسهال على طول ساعات يبقى جلده ناشف قوي عنده تطور الدرماتايتس ساعات يبقى عنده على طول دايبر رايش بتاع الدرماتايتس خالص عنيفه بيرجع كتير قوي ووزنه ما بينزلش والامه قربت تطلع هنعمل ايه؟ هنشيل الكاوز ميلك ونحط له صويا ميلك بس المفروض بعد ما بنعمل تحاليل مش في المية تمام؟ بوست لاكتوز فري اند صويا بيز مي بي بريزنت ان وان فورمولا بروفيشن ويز ليس ضرير ماشي اوكي هو غالبا ده بيبقى بتاعه ده يعني صويا ميلك ساعات بيبقى فيه لو لاكتوز وفي ساعات اللاكتوز بيبقى فيه هايبو الرجينيك يعني يمشي عليه الميتا فورمولا هايبو الرجينيك مين دول؟ طيب مش كاتب لك بالظبط ليه؟ الهايبو الرجينيك اللي هو اسمه لبن اسمه ده عايز اللبن ده اسمه اتش اي يعني في البان زي كيلو او ليكتو بي او كده نزل لك فورمولا بدل ال ال اف اسمها اتش اي هايبو الرجينيك غالبا بتديها ليه؟ بتديها لو الطفل ده عنده هيستوري او حد من عيلته عنده هيستوري حساسيه الرجي من الرجي من اي حته في الجسم بنديها له بايه؟ عشان نقلل نسبه الحدوث ان الولد ده يديفلوب زي اخواته طب كيف يديفلوب؟ لازم يتقلب على الصوت طب لو لسه ما ظهرش عليه حاجات ما تديلوش الستاندرد فورمولا اللي احنا قلنا عليها لا تدي له حاجه ميد واي اسمها هايبو الرجينيك ما بتخليش الطفل اللي عنده قابليه ان هو يحصل تمام؟ ايه الموديفيكيشن للبروتين تارجت ان فورم اوف سمول بيبتايز اند اسيد اللي برضه بتبقى ميديم شيب وهاز باد تيست وبتبقى غاليه طبعا في الكون الدايرية وفي المال ابزوربشن بس غالبا الرجي لبوس كاوز ميلك والصويا بروتين الكلام ده غالبا بيتعدى في العيله عندهم تمام اللي هو مش هو ايه بقى البري تيرم فورمولا؟ ما هو البري تيرم فورمولا؟ طفل مولود وزنه كيلو ونص وفي طفل مولود وزنه 3 كيلو ونص والاثنين يقدر ليهم ان هم يرضعوا صناعي هل هتدي ابو 3 ونص نفس اللبن بتاع كيلو ونص؟ لا احتقتها اخطر لان بقه صغير وبطنه صغيره فهو اصلا هياخد كميه اصغر طب كميه اصغر مش هيكبر
هيعمل ايه؟ يديله طبقه عاليه في الكميه الصغيره عشان يبقى فيها البركه. تمام؟ تعمل ايه؟ تدوت الكالوريز في ده، ففي لبن نازل اسمه بريتور او بريماتور اللي هو الكالوريز بتاعك بدل ما بتدي 67 بتدي 81، البروتين اعلى، فاتس اعلى، الكربوهيدرات بيبقى فيه مور سكرايز، فيتامين سي، انتي اوكسيد بيحسن البلس، وكمان بيبقى فيه كالسيوم، فيه حاجات زايده عليه. عشان تحسن الويت جين في البريتور قبل ما تخرج من الحضانه، عايز تدي الطفل الام مش عارفه تشيله. الفرد ده كيلو ونص، انا دايما مثلا كيلو مش عارف اشيله فين، فلازم تبقى 2 كيلو ولا حاجه عشان تعرف تشيله. تمام؟ طبعا بقى قلنا الفينايل كيتونوريا، لو في طفل عنده فينايل كيتونوريا ممكن ياخد قلنا ما فيهاش فينايل كيتونوريا. من الواضح ان احنا خلصنا. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ لا لا اعتقد ده المعلومات ممكن في الاولى تبتدي. لا يا بنت، قلت لك 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 يا بنت،